السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال الحلوه اللي غادي نزينوها بلا ميرينغ وبلا بات فروي وبقشره ديال الليمون ماسله. فخليكم معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للعجين فغادي نحتاجو 75 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. غادي نحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال السكر كلاسي اللي هي 50 غرام. نحتاجو جوج معالق كبار ديال بودره اللوز، وغادي نحتاجو راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نحتاجو قشره ديال الحامضه مع معلقه كبيره حتى جوج معالق ديال عسل الحامض. وغادي نحتاجو 3 ديال صفار البيض، وهنا يعني هاد صفار البيض البيض ديالو غادي نحتفظو به لان غنستعملو في التزيين. وغادي نحتاجو الدقيق اللي غادي يكون على حسب الخليط، ونفس الوقت نعبروه بالكاس ديال العنبه باش نعرفو القياس تقريبا. وندوزو نشوفو طريقه التحضير. كناخدو قصريه وكنوضعو فيها الزبده وكنضيفو لها السكر كلاصي وكنخدموهم مزيان. ثم كنضيف اصفر البيض وكنخلط من جديد. كنضيفو بودرة اللوز وكنضيفو القشرة ديال الحامضة مع عصير الحامض. الاخير كنضيفو الدقيق تدريجيا وكنضيفو الخميره ديال الحلوه يعني راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه وكنجمعو الخليط ديالنا. الخليط ديالنا بعد ما جمعناه تقريبا خدا منا جوج كيسان ونص ديال العنبه من الدقيق. ناخد قطعه من العجين وكنبسطها فمنك مزيان. هنا غادي ناخد هذه القطعه غنقطع بهذا الشكل مستطيل، فكيبقى لكم الاختيار يعني بالشكل اللي بغيتوا تقطعوا به. كنطلق العجين ديالي مزيان وكنقطع مستطيلات اللي كنصفهم في انيه ديال الفرن وكندخلهم الفران حتى كيطيبوا وكيتحمروا. ونتلاقاو باش نشوفو الطريقة ديال التزيين. هذا الصابلي ديالنا بعد ما خرجناه من الفران كما كتشوفوا. هنا عندي لاباط فخوي اللي حضرتها بالفخيز، غتلقاو الرابط ديال الوصفه في الفيديو الفوق. وهنا طلقتها في مول يعني باش تكون كوش رقيقه، وكنقطعها بنفس القطعه ديال الصابلي باش قطعت الصابلي. وعندي هنا القطع ديال الليمون معسل، هذا شريته واجد فكيتباع واجد. وعندي هنا لا مورينغ سويس، الطريقه ديال التحضير ديالو حتى هي غتلقاوها في الفيديو الفوق لان ديجا حطيت الوصفه. غير هنا استعملت 3 ديال بياض البيض. كما شفتوا اننا استعملنا 0 ديال البيض في العجين، فداك 3 ديال بياض البيض هما اللي كنستعملوا في هاد لا مورينغ. وفي السكر كلاصي غادي نحتاجوا 185 غرام ديال السكر كلاصي، لانه في الوصفه اللي غتشوفوا غتلقاو جوج ديال بياض البيض، فهنا غنستعملوا 3 ديال بياض البيض مع 185 ديال غرام ديال السكر كلاصي. والطريقه غتبعوها في الفيديو. وغادي نحتاجوا لا بوش ا دو، هنا عندي هاد البوش بلاستيك وعندي هاد لا دو اللي غادي نزين بها
اللي كما كتشوفوا غادي تعطيني واحد الشكل كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديال الراس ديالها، غادي تعطيني واحد الشكل جميل في يعني من غنخرجوا لا مورينغ. كناخدو لا بات فروي ديالنا كما قلت لك طلقتها بكوشه رقيقه، وكنقطعها بنفس القطعه ديال الصابلي، كنوضع القطعه ديال لا بات فروي فوق من الصابلي، كنوضع لا بوشه دو في كاس طويل باش يسهل عليا انني نعمرها بلا مورينغ، ثم كنعمروها بلا مورينغ مزيان. ونفس الطريقه كنديروها بالقشره ديال الليمون المعسله، فهي كنديروها يعني كوم اون كوش رقيقه فوق الصابلي، وكنزينو بلا مورينغ. وكنحرقوا هاد لامورانغ ديالنا بشاليمو، فممكن انكم تدخلوهم في الفران يعني تصفون في اني ديال الفرن وتدخلوهم في الفران كيكون مشعول من الفوق يعني جهه ديال التحمر وكيتحمروا، ولا كنتو كتوفروا على شاليمو فكيبقى افضل، فكيعطينا يعني كيكون منظرهم احسن. وكنزينو في الاخير بحبيبات يعني ديال العقيق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وكتجي لذيذه وكيجي منظرها جميل. فنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي، وما تنساوش تشتركوا بصفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات ام نضال سواء بالعربيه او بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.